السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. شكرا على التعليق ديالكم، شكرا على الثقة ديالكم فيا، يعني شكرا بزاف لكم. اليوم ان شاء الله جيت لكم بواحد يعني بغيت نهضر لكم على واحد العلاج بسيط يعني ديال الحبوب، ولا كيفاش انا عالجت الحبوب في هذا الشهر هذا ولا في هذا الوقت هذا. يعني الحبوب لواحد المشكل اللي تيعاني به بزاف ديال يعني ديال الناس، بزاف ديال الاشخاص سواء كانوا سيدات يعني سواء كانوا رجال سواء كانوا شباب سواء كانوا يعني كبار، يعني ما تيقتصرش لنا على واحد العمر بالضبط. تسمعوا حب الشباب، حب الشباب ما ربطوش بديك الكلمه تاع الشباب، داك الحب راه يقدر يجينا حتى الناس الكبار، يعني ما عندوش علاقه بالعمر بتاتا. الحبوب فلوجي لاكني، الحبوب تيجيونا من بزاف ديال الحوايج. هنا ما غاديش نطول لكم على لا فيديو حيت سبق ليا حطيت واحد لا فيديو، وتيجيونا الحبوب يعني من بزاف ديال الحوايج، سواء اننا الوجه ديالنا تيهيجنا من شي برودوي او لا، سواء من الاكل ديالنا يعني من بزاف ديال المشاكل، او لا يعني الشباب في المراهقه يعني بزاف ديال المشاكل. بالنسبه اليوم اللي بغيت نهضر لكم عليه على واحد العلاج اللي ولا معتمد، واحد العلاج اللي فعال بالنسبه للمشكل ديال الحبوب، ولكن بغيت نعطيكم نصيحه اللي هي ديفيرغان كريم، وبالنسبه للفيشي اللي عنده واحد الخاصيه زوينه بزاف 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 للعلاج ديال الحبوب، خاصه الوجه الدهني اللي تيكون فيه الحبوب، حبوب ديال وحب الشباب بزاف. بالنسبه لديفيرغان، ديفيرغان كريم غادي نعطيكم دابا الخاصيه ديالها في علاج الحبوب ديال الوجه، يعني في الاستعمال ديالها في العلاج ديال الحب فقط. ان شاء الله غادي ننزل لكم فيديو كامل عليها كيفاش يعني هو. الا جينا نشوفوا ديفيرغان راه الا بغينا نستعملوها تيخصنا نجيو نستعملوها في الحقيقه الاستعمال الصحيح، انها خصها تستعمل بالطبيب، ولكن يعني راه تنشوفوا يعني ما نكذبوش على بعضياتنا، يعني بزاف ديال الناس تيستعملوا حوايج راسهم بلا طبيب. يعني هنايا غادي نجي نعطيكم النصيحه حتى الا بغيتوا تستعملوها تستعملوها بواحد الطريقه اللي صحيحه، اللي انها ما ترجعش يعني بواحد الشكل سلبي على الوجه ديالكم. غادي نرجع دابا لاشنو غادي نقول لكم بالنسبه لهذا العلاج ديال الحبوب. اللي بغيت نقول لكم هو فيشي فيتو سوليسيون نورماديرم فيتو سوليسيون ديال الحبوب و ديفيرغان كريم، ولكن امتى غادي يكون عندنا هذا العلاج ديال الحبوب اللي نقدروا نعالجوا به الحبوب وما نعاونوا روسنا يعني نبداو به العلاج. اول حاجه الناس اللي يلا بحال هكا نعرف راسي داك الحب تيخرج ليا مره ونعرف راسي انني كليت في الزنقه بزاف والدهنيات بزاف، اولا نعرف راسي انني استعملت شي برودوي اللي هيج لي وجهي وخرج ليا الحبوب، دونك تما ايه نقدر نستعمل ديفيغان، نستعمل غاسول ديال الوجه 4 سيمانات 5 سيمانات حتى 7 سيمانات باش يحيد لي هاد الحب. ولكن دوك الناس اللي تيكون الوجه ديالهم كله عامر بالحب ومتقب يعني بغيمون داك الحب كاين تحت الجلد وخارج الجلد والوجه مكرفس، هاد الناس راه ما ديروا والو، سيروا للطبيب ديال الجلد حيت خصكم واحد العلاج داخلي وعلاج خارجي بالنسبه للوجه ديالكم، يعني خصكم دي كومبريمي وخصكم تريتمون وخصكم كريمات وخصكم بزاف ديال الحوايج. هادو لمن بحال بالنسبه ليا انا هاد الشهر هذا يعني تهيج لي وجهي، ما عرفتش واش البرودوي واش درت لقيت لوجهي وكليت بزاف في الزنقه وش الدنيا ما عرفتش، المهم خرجوا فيا الحبوب بزاف. استعملت هاد الكريم واستعملت الغاسول ديال الوجه مزيان خدموا ليا مزيان، يعني كاينين البنات اولا في هذا الوقت هذا كاين اللي تي مع المناخ الناس تيخرجوا لهم الحبوب، اولا مع تغير ديال الاكل اولا مع بزاف ديال الحوايج اولا استعملوا شي برودوي تيخرج لهم الحبوب، دونك في ديك الوقت يمكن اولا مع تغير ديال الهرمونات بحال فوقيت لا راجل عند البنات تيخرجوا لهم الحبوب، فهاد الوقت هذا يمكن نستعملوا كريم ديال موضعي ديال الحب ونستعملوا غاسول ديال الوجه. هنا غادي نهضر لكم على هاد جوج ديال لي برودوي فيشي فيتو سوليسيون او ديفيرغان كريم. بالنسبه لفيشي، بالنسبه لفيشي تينظف لنا البشره ديالنا خاصة البشرة الدهنية واللي تتكون أكثر عرضة للحبوب والحب الشباب، واحد التنظيف عميق كذلك تلقوا أنه تحتوي لنا على البروبيوتيك، لأن البروبيوتيك اللي تي أشنو تيقوم لنا تقوية هاد الجهاز ديال يعني هاد الجلدة ديال البشرة نتاعتنا باش أنها ما تتنشفش لنا وما تتبقاش تتقشر. تيحتوي كذلك على النحاس يعني اللي النحاس اللي تنعرفوه تيساعد على تنظيم ديال الدهون، يعني ما تيخلي
تحتوي لنا على الزنق، تنعرفوا الزنق على انه مضاد للبكتيريا والجراثيم ومضاد للالتهابات، يعني في هذه التركيبه ديالو الغنيه بالمعادن والبروبيوتيك فهو تعزز لنا يعزز البشره وتحيد لنا دوك الدهون والخلايا الميته اللي تتسبب لنا اكثر في 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 ظهور الحبوب وظهور وظهور الرؤوس السوداء اللي هي لي بوان نوار اللي تعاني منها بزاف ديال البنات. يعني هذا كذلك انه يحيد لنا لي بوان نوار وتيقلل من المسام وتحيد لنا يعني جميع دوك الشوائب دوك الخلايا الميته. كنعرفوا دوك الخلايا الميته ودوك الشوائب هما اللي يضلوا يعني في الوجه كامل، وهما سبب رئيسي كذلك من الاسباب اللي تيظهروا لنا اللي تيديو لنا الظهور ديال الحبوب في الوجه. بالنسبه لهذا جد فعال بالنسبه للبشره الحساسه، كذلك انه مضاد للحساسيه، تحتوي على واحد البي اش فيزيولوجيك يعني واحد الحموضه فيزيولوجيه، كذلك انه تحت خبره وتحت اشراف ديال اطباء ديال الجلد. دونك غير انكم بديتو تستعملوه في العلاج ديال الحبوب، انكم الى عندكم واحد لابو غراس وبو سونسيبل تتعرض للحبوب وبغيتو شي حاجه باش تنقيو الوجه ديالكم وبديتو تعتمدوا على واحد الغاسول اليومي باش تنقيو الوجه ديالكم، انا راه تنقول لكم فيشي فيتو سوليسيون نوغما ديغام راه غادي يهنيكم من هاد المشكل هذا، ينقي لكم وجهكم الحبوب السوداء لي بوان نوار، وغادي يعمل على سد المسام، يعني عنده واحد نتيجة زوينه بزاف. هنا منين تنجيو نبغيو نستعملو تريتمون باش ينفعنا اكثر، ديما تنقول لكم غسول ديال لوجي مناسب للحبوب بالنسبه لهاد فيشي زوين بزاف او ديفيرين. بالنسبه لهادو اللي استعملتوهم بجوج راه يعني راه مزيانين لكم، غادي تحصلوا على واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. كيفاش الاستعمال ديالهم؟ بالنسبه لفيشي، فيشي كنغسلو به في الصباح وفي الليل، الصباح فاش تنفيقوا وفي الليل ملي تنبغيو نعسو. وديفيرين الاستعمال كيفاش ديالها؟ ديفيرين بنا استعملوها هنايا، هنا كي تشوفوا ديفيرين كريم، انا نقول لكم الفرق بين ديفيرين كريم وديفيرين جيل. ديفيرين كريم بغينا نستعملوها فوق الحبوب، يعني ماشي غادي نجيو ونديروها على الوجه كامل، حيت حنا ماشي بغينا التقشير او لا بغينا باش تبيض لنا الوجه ديالنا. هنا غادي ندير لكم فيديو كامل على الا بغيتو تستعملوا ديفيرين البيلينغ او لا التبييض ديال الوجه او لازاله البقع، انا ندير لكم فيديو كامل عليها، خليوني هنايا بغيت ندير فيديو خاص بحب الشباب. دونك هنايا بالنسبه لديفيرين تنحطوها فوق الحبوب اللي عندنا، باش تنحطوها بالكوتون تيج اما بالعود ديال بالقطن تاع الودنين باش نفقي ودنين، يدينا تيكونوا مغسولين مزيان باش ما نقلوش دوك البكتيريا فوق الحبوب ديالنا، وتنهزو البومادور كنحطوها فوق الحبه. غادي نقول لكم المنافع ديال ديفيرين كذلك. ديفيرين اللي هي لادابالين، لادابالين بالنسبه لهاد ديفيرين بعدا اول حاجه ممنوعه منعا كليا على الناس اللي عندهم حساسيه مفرطه، يعني عندهم حساسيه في الوجه ديالهم، اي حاجه حطوها عليه تتهيج لهم فهي تسبب لواحد الحساسيه مفرطه، ممنوع لهاد الناس. السيده الحامله، السيده اللي تترضع، السيده اللي باغا تحمل، اشنا هي باغا تحمل؟ يعني السيده اللي قاطعه لا بيلول وتاخذ شي تريتمون ديال الهرمونات باش تهيئ راسها للحمل، اولا ما تدير لا بيلول ما تدير والو وتقدر تكون حامله تقدر تكون لا شاكه، هذيك ما تستعملهاش نهائيا. او السيده المرضعه والاطفال قل من 12 عام، هادو ممنوع منعا كليا انهم يستعملوها. دونك هاد لادابالين اللي عندنا في هاد ديفيرين كريم فهي واحد الماده فعاله جدا لعلاج الحبوب في الوجه وسد مسام الجلد ويمنعوا من ظهور الرؤوس السوداء، وتعزز لنا تجديد الخلايا وتمنع لنا التهاب ديال الحبوب في الوجه ديالنا. يعني ملي تنستعملوا ديفيرين على الحبه فهي تتعالجها وتحيد لنا داك الالتهاب وتتنشفها لنا دغيا بواحد السرعه، يعني بواحد جوج سيمانات ثلاثه سيمانات اربعه تيبان لنا داك الحب مشى. ولكن الا بغيتوا تستعملوا ديفيرين قبل ما تستعملوها جربوها على العنق ديالكم، ملي تجربوها على العنق ديالكم الا بانت لكم ديك البلاصه حمره بزاف وتتحككم وحرقكم ما ديروهاش نهائيا على الوجه ديالكم. انا تنقول لكم الوقت احسن وقت بالنسبه لاستعمال ديفيرين وهو عند النوم، يعني حتى تبغي تنعسوا تغسلوا الوجه ديالكم عاد تستعملوا ديفيرين على الحبوب ديالكم مباشره. امتى نستعملوا ديفيرين كريم؟ امتى نستعملوا ديفيرين جيل؟ بالنسبه لديفيرين كريم تنستعمل
ديفيغان كريم تنستعملوها بالنسبه للبشره اللي بالنسبه للديفيغان كريم عنده واحد الملمس راقي، دونك تنستعملوه للبشره اللي تتكون جافه والبشره الحساسه، بخلاف الديفيغان جيل تنستعملوه للبشره الدهنيه. قلت لكم الاستعمال ديالها كي تستعمل قبل النوم، قلت لكم بالنسبه للبلايص اللي نتفادوا اننا نوصلوهم ليها اللي تيكونوا كثر حساسيه عندنا في الوجه ديالنا، وهو هاد البلايص هادو حول الفم هنايا تحت العينين، وهاد البلايصات هادو حدا الانف. هاد البلايص تيكونوا يعني سونسيبل عندنا بزاف في الوجه ديالنا. بالنسبه للديفيغان استعملناها هي وهادو، راه الا كان فيكم الحب يعني تينوض لكم مره مره راه غادي ينفعكم اكيد. بالنسبه للديفيغان، ديفيغان راه تتنشف لنا البشره، يعني تيخصنا ضروري معها واحد المرطب. امتى نستعملوا المرطب ديالنا؟ الواقي الشمسي ضروري كذلك، يعني تنقولها لكم تنعاود نقولها لكم، دونك الواقي الشمسي ضروري. الا ما كنتيش بغيتي تستعملي اختي ولا اخي الواقي الشمسي، ما تستعملش ديفيغان، حيت ديفيغان الا صبحت لك في الوجه ديالك وضربتها الشمس راه يقدر يتهيج لك الوجه ديالك، يقدر يلتهب يعني يولي لك حموريات، تجيك الحكايه، يقدر يولي مشكل. خصنا ضروري الوقايه من الشمس، ضروري ضروري تكون 50 زائد في الشمس ديالنا. الترطيب ضروري في الوقت اللي تتبان، حيت ديفيغان تتبقى تنشف لنا البشره. الترطيب باش يمكن لكم تاخذوا مرطب من الصيدليه، يعني ما كنتوش بغيتوا تاخذوا مرطب من الصيدليه، تقدروا تاخذوا زيت الزيوت تيجبد لنا الشمس كثر، يعني كاينه الزيت اللي ما تجبدش لنا الشمس وتتعاون كذلك في الحمايه، زيت لافوكا ولا زيت اللوز. هاد جوج زيوت هادو من الاحسن نديروهم في الليل، دونك في الليل نرطبوا ونديروا الكريم ديالنا، والصباح نفيقوا نغسلوا بالغسول ديالنا الوجه، وناخذوا واحد ليكرون اللي يكون دهني، اللي يكون ما يكونش كريم، يكون لوسيون، يكون ما عرفتش كيفاش نقول لكم، يكون عنده واحد الملمس دهني. دونك هادشي اللي غادي نقول لكم. ديفيغان ضروري من الترطيب الى بان لكم البشره ناشفه. ديفيغان الا كنتو تستعملوهاش، الا كنتو تستعملوها ما كاينش الحمام سخون، يعني السخونيه بزاف في الحمام لا، ما نوصلوش للوجه ديالنا نهائيا الكيس في الحمام، ما نديروش ماسكات طبيعيا نهائيا اولا ماسكات ديال الصيدليه نهائيا، ما نديروش ليبيلاسيون يعني ما نحيدوش الشعر من الوجه ديالنا في الوقت اللي تنكونوا دايرين ديفيغان، من من ما نديروش داك الخيط اللي تديروا للوجه ديالكم، يعني ردوا البال الدراري ولا الرجال اللي تديروا الحلاقه وكنتو بغيتو تستعملوا الديفيغان، الا درتوا الحلاقه واحد النهار ولا يومين عاد ديروا ديك الساعه الديفيغان ديال الحبوب، تردوا البال راه الديفيغان تتهيجنا الا كانت عندنا البشره مهيجه. دونك الا كانت عندك شي حاجه في البشره ديالك، شي جريحه اولا لابو كانت عندك مهيجه، يعني ما عرفتش كيفاش نقول لك، باقا خارجه من الحمام سخونه اولا كنتي دايره ليبيلاسيون اولا درتو الغازواغ اولا شي حاجه ودرتو الديبيرين، راه تما فاش تخرجوا على الوجه ديالكم. دونك الديبيرين الا ما تستعملهاش واحد الاستعمال صحيح راه ترجع بالعكس، والعكس صعيب بزاف، شحال من واحد خرجت لي على الوجه ديالو. دونك انا تنحاول نهضر معكم من قبل، فيديو كامل على الديفيغان كثر. انا بغيتكم تاخذوا لي هذا العلاج اللي قلت لكم بالنسبه للحبوب، الا استعملتوه بطريقه صحيحه غادي يعطيكم نتيجه وغادي تعجبكم مزيان، استعملتو ورونتو راه تخرج على وجهكم. هذا الشيء اللي كاين، دونك التعاليق خليو لي غادي نجاوبكم على التعاليق. بالنسبه للناس اللي تيقولوا لي انا وتكلمي باللغه العربيه الفصحى باش نقدروا نفهموا اكثر، تنحاول ولكن ما قدرتش. انا هذه هي الدارجه ديالي، وهذه هي اللغه، وهذه هي الطريقه باش تنهضر وتنهضر من قلبي، وتنقدر نوصل المعلومه ديريكت للناس اللي متبعيني، وتنحس براسي وصلت المعلومه. دوك نحاول الى قدر نبقى تنتكلم بطريقه يعني مفصله ومبسطه اكثر ان شاء الله في القادم. الاستعمال ديال ديفيغان نتمنى انني نكون فدتكم في هذا الفيديو، فيشي نورما ديغان فيتو سوليسيون مع ديفيغان كريم، الا استعملتوهم بالنسبه للعلاج ديال الحبوب راه غادي ينفعكم ان شاء الله اكيد، ولكن ضروري من الواقي الشمسي معاهم الوقت اللي تبان لكم البشره نتاعتكم تنشف تستعملوا مرطب ديال البشره. خليو لي هنا التعاليق في هذا الاطار هذا، اكيد ان شاء الله غادي ننزل نجاوبكم على التعاليق. ما تنساوش اللايف ديالي تنديرو يوم في الاسبوع قبل ما تندير اللايف، رانا تنحط ستوري في الانستغرام ديالي، الانستغرام ديالي نوال فارماسي كوزميتيك، راني تنتواصل مع الناس في البريفي في الانستغرام اللي بغاو يسولوني على شي حاجه الوقت اللي تيكون عندي خاوي تندخل نجاوب على الميساج.
الوقت اللي تيكون عندي يعني خاوي راه اكيد تندخل تنجاوب على الميساجات ديالكم. ما تنساوش جيم الى عجبكم لا فيديو، تخليوا لي تعليق وتبارطاجيو لي القناه ديالي مع صحابكم مع الناس ديالكم، وتابعوني على الانستغرام نوال فارماسي كوزميتيك، راه حتى هو تندير فيه اللايف. وشكرا على الثقه ديالكم فيا، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. خليوا لي في التعليق الفيديوهات اللي بغيتو نحط لكم، واكيد انا الفيديوهات راه تنديرو انطلاقا من الاسئله اللي تلقى بزاف في البريفي، يعني الاسئله علاش تيسولوا يعني الناس بزاف هو علاش تنحط فيديو هنايا. لقيت ان هاد لا فيديو غادي ينفعكم وحطيته لكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، ولا فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.